أهلا بكم مشاهدينا. الولايات المتحدة ستخسر أي حرب مع الصين في حال اندلاعها في المحيط الهادئ. هذا الكلام ليس لمسؤولين عسكريين صينيين بل لمصادر عسكرية أمريكية من داخل البنتاغون نفسه بحسب صحيفة The Sunday Times البريطانية. مصادر البنتاغون أكدت للصحيفة أن أي قتال بين الصين والولايات المتحدة سيؤدي إلى خسائر فادحة لدى الجانب الأمريكي، مستندة في كلامها إلى رصد لمسار التوتر في العلاقات مؤخرا بين البلدين، يؤكد أن الولايات المتحدة معرضة لتهديدات بالغة من الصين. تحذيرات المصادر العسكرية الأمريكية هي جزء من تقرير مرتقب لوزارة الدفاع الأمريكية عن القوة العسكرية الصينية لعام 2020 الذي سيؤكد أن الصين ستمتلك عام 2030 المزيد من الغواصات الهجومية وحاملات الطائرات والمدمرات، وأن الجيش الأمريكي لن يستطيع مواجهة القوة الصينية المتصاعدة. ولكن بحسب المصادر العسكرية التهديد يبدو ملحا الآن، إذ باتت كل قاعدة أمريكية في منطقة قيادة المحيط الهادئ الهندي معرضة لخطر الهجوم بعدما عززت الصين قدراتها مؤخرا، ولا سيما من الصواريخ الباليستية المتوسطة والبعيدة المدى. التقرير بحسب الصحيفة سلط الضوء على مواقع مقلقة لواشنطن في المحيط الهادئ تتمثل في تايوان التي سيعجز الجيش الأمريكي عن الدفاع عنها بحسب المصادر، وعلى جزر غوام وقواعدها العسكرية الأمريكية الثلاث التي ستعجز واشنطن أيضا عن الدفاع عنها أمام بكين.